تذكره بأن يكتب وصيته. بل زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به، يعني عنده أموال أو عنده شيء يستطيع ينبغي أن يوصي بها، ما حقه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، ينبغي أن لا يبيت إلا وصيته عند رأسه. هذا يا إخواني في غير المريض، فما بالك بالمريض. ينبغي أن لا تخجل، وإن كنت تخجل ينبغي أن تذكر بعض أولاده أو أن يأتوا إليه بأسلوب لطيف، كأن يقولوا: عسى ما عليك دين، أو هل الناس يطلبون منك دين، ما رأيك أن نكتب هذه الأشياء؟ إذا قالوها وقالوا: ماذا تريد منا أن نكتب؟ بدأ يقول: نعم، وفلان يطلبني مال، وفلان أخذت منه حقا، وفلان مثلا فعلت كذا وكذا من إيذائه، استسمح من إلى غير ذلك. ابن عباس رضي الله عنهما دخل مرة على شهيد المحراب العابد الأواب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. عمر نعلم أنه طعن وهو في المسجد، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، كان مختبئا له في زاوية من زوايا المسجد، ودخل عمر رضي الله عنه ليصلي بالناس، فما كاد يقوم إلى الركعة الثانية حتى خرج عليه ذلك المجوسي بخنجر له حدان مقبضه من وسطه، وطعن عمر 3 طعنات حتى أردته قتيلة. لم يمت في المسجد، إنما مات في بيته. لما صرع عمر مضى ذلك المجوسي يشق الصفوف ليهرب، ويطعن الناس يمنة ويسرة حتى طعن 13 صحابيا، مات منهم 7 في الحال. المقصود أن عمر لما وضع على فراشه بدأ الناس يدخلون عليه يودعونه ويحسنون ظنه بربه، وهذا الذي ينبغي للإخوة إذا دخلت على مريض أن تحسن ظنه بربه. ما ينبغي أن تقول: لعل هذا المرض عقوبة من رب العالمين عليك، طالما حذرناك من المعاصي وأنت لا تزال تعصي. لا، هذا الكلام ما يصلح أن تقوله له، إنما قل له: إن شاء الله هذا المرض كفارة، وأنت على خير، وأنت حتى لو مت يا فلان إنك تقبل على رب كريم عفو رحيم، رحمته تسبق غضبه، وحلمه يعاجل عقوبته. فيعني لا بد أن تحاول أن تحسن ظنه بربه. استمع إلى ماذا كان يقول ابن عباس لعمر ابن الخطاب لما رأى. قال ابن عباس لعمر ابن الخطاب، قال: يا أمير المؤمنين، والله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، يعني صحبت الأصحاب الباقين، ولئن فارقتنا لتفارقنا والله ونحن عنك راضون. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راضيا عنك، وكما أن أبا بكر كان راضيا عنك، كذلك نحن إن فارقناك فنحن عنك راضون. عمر لما قال له هذا الكلام ابن عباس فرح وهش وبش، لكنه مع ذلك ما أمن. قال: والله يا ابن عباس لو كان عندي بقدر جبال، والله لو كان عندي بقدر جبال الأرض أموالا لافتديت بها من هول المطلع بين يدي الله عز وجل. ثم بكى ابن عباس وجعل يقول: اللهم اغفر وارحم، إنك أنت العز الأكبر الأكرم. وجعل عمر أيضا يبكي ويقول مثل ذلك. كذلك أيها الإخوة، عائشة رضي الله تعالى عنها اشتكت، فلما نزل بها الموت قدم ابن عباس فاحتجبت عنه، فقال لها: يا أم المؤمنين، تقدمين والله على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. فكان يقول لها: أبشري، يعني أنت حتى لو نزل بك الموت أبشري، إن شاء الله أنك تقدمين على خير. أيها الإخوة والأخوات، ينبغي علينا أن نحفظ لهؤلاء المرضى حقوقهم، وينبغي أيضا أن نعرف أن هؤلاء الذين يلتفت أحدهم فلا يجد من إخوانه مؤاسيا ولا من خلانه مجالسا. دخلت مرة على أحد هؤلاء المرضى في المستشفى، فإذا هو شيخ كبير قد اضطجع على فراشه وبدأ ينظر يمنة ويسرى، فقلت له: يعني نحن في وقت زيارة، أليس عندك أولاد يزورونك؟ قال: بلى، لكنهم لا يزوروني. قلت: لماذا؟ قال: هل تصدق يا شيخ أن أكبر أولادي يسكن في الحي المقابل للمستشفى، والله يا شيخ ما زارني منذ 2 سنين، وإذا المسكين ملقى منذ 3 سنوات على مثل هذا السرير مقعد، وأولاده لا يزورونه وقد تركوه على مثل هذا الحال. أقول أيها الإخوة، ينبغي أن نأتي إلى مثل هؤلاء وأن نزورهم وأن نقوم بحقوقهم. من اللطائف أن أحدهم مرة مرض، رجل فقير ومرض، فرأى قلة الناس الذين يزورونه. وتعلمون سبحان الله، إذا كان المريض تاجرا غنيا كثر الزوار له والعائدون والداعون، لكن الفقير المسكين يدبر عنه الناس. هذا الرجل كان فقيرا، فلما رأى قلة العائدين له مع اشتداد علته قال لصديق من أصدقائه أرسل إليه، قال: تعال أريدك في حاجة. فلما جاء إليه
قال له يا فلان إنك ترى ما قد حل بي من شدة المرض ولا أعلم أحدا أحب إلى نفسي منك. قال طيب ماذا تريد؟ قال ها أنت تراني أموت وليس لي وارث وإني قد جمعت أموال الناس ما يعلمون عنها، فإذا أنا مت فأقبل إلى هذه الزاوية من الغرفة فاحفرها فإنك ستجد تحتها كنزا عظيما ذهب وفضة قد ادخرته لحياتي، وها أنا ذا أموت قبل أن أنفق منه درهما واحدا، فإذا مت فخذه هذا هدية لك. لما سمع هذا الزائر ذلك ابتهج وهش وجعل يخرج ويجمع أصحابه ويذكرهم بزيارته ويتعاهده بالطعام والشراب ويحضر إليه يعني ما يوسع به عن ضيقه ويؤنس به نفسه. فلما مات مضى ذلك الصديق واشترى كفنا ب300 درهم وكفنه فيه وصلى عليه، ثم مضى إلى بيته وحفر تلك الزاوية فلم يجد فيها درهما، حفر الزاوية المقابلة يمكن أخطأ فلم يجد فيها درهما، حفر الزوايا جميع، حفر الغرفة كلها لم يجد فيها ولا درهما واحدا. ففهم مراد صاحبه أنه أراد أن يجد أحدا على الأقل يعتني به ويقوم عليه. عبد الله بن مصعب مرض، فلما رأى قلة الزائرين كتب إلى بعضهم يعاتبه يقول له ما لي مرضت فلم يعدني عائد منكم ويمرض كلبكم فأعود. يقول أنتم لو مرض الكلب الذي عندكم جئت وأعوده، وأنا أمرض ولا أحد يعودني. لكن ينبغي والإخوة أيضا أن نتنبه إلى أننا عند زيارة المرضى بعض المرضى ما يدري كيف يصلي ولا كيف يتوضأ. ينبغي إذا زرت مريضا أن تسأله هل تصلي، هل تستطيع أن تصلي، هل تستطيع أن تتوضأ، إن لم يستطع أن يتوضأ يعني نبهه إلى أن يحضر عنده شيئا من التراب لأجل أن يتيمم عليه، إذا لم يستطع أن يصلي قائما أن يصلي جالسا أو أن يصلي مضطجعا، إذا لم يستطع أن يتيمم ولا أن يتوضأ صلى على حسب حاله. المهم أن تنبهه لعل المسكين ما يدري بهذه المسائل الفقهية المتعلقة بالمريض. كذلك ينبغي أن نتنبه إلى أنك عندما تذهب إلى مريض لا ينبغي أن تثقل على نفسك بشراء أشياء لا يستفيد منها المريض. كم من الناس يغالي في شراء الحلويات للمرضى حتى بدأ الناس يتقاطعون بسبب ذلك وأصبح يستحي أن يذهب إليه دون أن يكون معه شيء من الحلويات. كذلك بعض الناس يذهب بالأزهار وهذه عادة فيها نوع تشبه بالكفار، فإنهم يرون أن اليونان في السابق كان عندهم عدة آلهة، آلهة للشفاء وآلهة للمطر، وكان عندهم آلهة أيضا للشفاء من الأمراض. آلهة الشفاء من الأمراض هي الزهور، إذا أحضروا له زهورا ظنوا أنه يرحم، هذه آلهة رحمة، لذلك يحملونها أيضا على الموتى ويضعونها على القبور. فلا ينبغي إحضار أمثال هذه الزهور إلى المرضى، أحضر له شيئا يستفيد منه، أحضر له هدية، قلم، ساعة، شيء من الحلويات مثلا دون أن تشق على نفسك، كتابا نافعا، شريطا نافعا، لعله يستفيد من هذا. أما إحضار الزهور وإحضار غيرها فهذا لا ينبغي أن تشغل به نفسك. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يشفي مرضى المسلمين ويجمع لهم الأجر والعافية. هذا والله تعالى أعلم، ولنا لقاءات إن شاء الله قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.